موضوع العنف. ينضم إلينا المخرج السينمائي الأستاذ عنان بركات. وسعدت صباحا أستاذ عنان. أهلا وسهلا أستاذ نادر، لك ولجميع الضيوف. كيف تفسر مسألة يعني مدى ارتباطنا في الثقافة واقترابنا من العنف أو ابتعادنا عن العنف؟ هل في علاقة واضحة بين الطرفين؟ يعني زي ما احنا بنحكي دايما، والصراحة الواحد بديش أقول بدي أكون إيجابي، أنا بديش أقول فقدنا الأمل، ولكن بلشنا نتعب. يعني إحنا مجتمع ينهار يتفكك ويهترئ من العنف بسبب البعد عن الثقافة وبسبب البعد عن الفن وبسبب البعد عن الأشياء الروحانية. يعني شو إشي روحاني؟ تطلع مشوار، تقرأ كتاب، شوف فيلم سينما اللي هو تخصصك، تحضر مسرحية. فالصراحة يعني وشفتك أنا يعني حاسك هيك كمان، أنت سكت شوي. فالإشي كتير صعب، يعني وضعنا كتير صعب، وإحنا بدنا شوي نشعل الأمل، بدناش نيأس الناس. لا لا لا، مش يأس بتاتا بتاتا، مش يأس. يعني أنا إسا عندي فيلم كمان جديد، اللي صراحة يعني ممنوع أحكي كمان كتير معلومات لأنه ماضيين على. لا شوي شوي، نبذة قصيرة. يعني فيلم له علاقة مباشرة بموضوع العنف والمخدرات مباشرة، يعني فأنا أخذت هذا الموضوع مباشرة بشكل يعني بشكل كبير، يعني الموضوع عن العنف والفيلم كله عن العنف تقريبا. فكمان الفيلم الطويل اللي أنا بحضر له كمان عن العنف، يعني عم بلاقي حالي وين ما بقعد كمان مع أصدقاء سمعته مين كذا وسمعتوا هاي الطوش اللي صارت هناك. يعني عم تسمع اخبار غير عن طوش وشجرات واطلاق نار واعتداءات وجرائم قتل. انا صرت اهرب من الموضوع. كيف هذا علمنا كيف نقدر نهرب بالايجابيه تبعت الانسان؟ يعني الانسان اذا كان في عنده توجه ايجابي ما بيسمح لهذا الـ 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 الحوار العقيم اللي هو فيش منه إشي. يعني أسكر الراديو حوار. عنان بلاش أسمع راديو، لأنه كل أخبار الراديو اللي بتتجيني فيها عنف ونادر أبو تامر صبحيك عن القتل. إحنا هيك بنضرب ذاتنا. يعني ما هو نسألك عشان هيك مسمعش أخبار، إذا مسمعش راديو مسمعش أخبار لا، ولكن الاستمرارية. يعني الأخبار مثلا الراديو إسا إحنا في برنامج له أهمية كبيرة، زي البرامج تانية إخبارية أو تلفزيونية إلى أهمية. نسمع البرنامج مش عشان ننقل إحنا الخبر، مش هذا الهدف إحنا ننقل الخبر، الهدف هو توعوي من الخبر أو من البرنامج اللي إحنا سمعناه أو البرنامج اللي إحنا حضرناه. والهدف هذا الهدف الاول المباشر المفروض. طب انت كمان يتابع هذا المشهد؟ بس احنا بنشوف، تعرف، يمكن عنان بركات يشتغل ونادر ابو تامر من طرفه يشتغل وماهر محميد يشتغل بال 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 بالاتجاه التوعوي، لكن انت بتفوت على الشبكات الاجتماعيه هي زاخره بالمعطيات العنيفه. مين اللي بنتصر في نهايه المطاف، هذا الكم العنيف ولا الدور التوعوي اللي بيقوموا فيه القلائل؟ انا بتطلعش على الموضوع هيك أستاذ نادر، أنت بتعرف كمان عنان بركات وبتعرف كمان شريحة من الناس المثقفين الموجودين في بلادنا بشكل عميق وبشكل كبير. إحنا بنتطلع إنه هذا ناخذ اللغة الشعبية أكثر، هذا البرغي الصغير الموجود له أهمية كبيرة، وأنا هيك بتطلع على نفسي وبتطلع على نادر أبو تامر وبتطلع على كثير ناس موجودين في هاي البلاد. وإذا ما اطلعتش على هيك على الموضوع بشكل بهذا الشكل رح أفقد مصداقيتي، واحد، تنين رح أيأس. ففش إشي اسمه بنتصر، العنف لا ينتصر أبدا. لما أنا بكون بالشارع وبيجي واحد بتصرف معي بشكل عنيف بقول له معصب، في حقك علي. يعني أنت بتحاول تحتوي، يعني أنت تدعو إلى احتواء الآخر، إلى الانضباط، إلى تمالك النفس. لا شك هذا العنف في له عدة أسباب، واحدة من الأسباب المركزية لهذا العنف، واحدة من غير الجهل ممكن يكون، ولكن واحدة من الأسباب المركزية باعتقادي، أوكي، هو الملل
شو يعني الملل؟ يعني فيش ايش يعملوا هاي الشباب اللي بتمشي للساعة 2 و3 بالليل 140 و180 على دبل توربو بسيارات سيات وسيارات سبورت اللي هي عن جد يعني فخمة. أنا بطلع بشوف سيارات اللي بيطلع منها نار من ورا اللي بالدبل توربو. فهذا الملل أوكي بنقدر نكسره إحنا بأشياء اللي هي روحية، أشياء تعليم، قعدات حلوة كمان. شو قعدات روحية؟ يعني قعدات حلوة، سهرات حلوة كمان، هاي ممكن تكون إشي اللي فيه. هل صحيح من يحمل قيثارا هو لا يحمل مسدس أو بندقية؟ لا شك فيش عنده ايدين، ما هو حامل قيثار. أو كنزته على جنب ويحمل إشي تاني، ايه ولا أنت بتقول اللي بتخيلش، بيحمل قيثارة مش ممكن يزته على جنب؟ بتخيلش يعني امبارح كنت في افتتاح الأكاديمية الفنون، الأكاديمية في التمثيل الناصري. في الناصر من هشام، فكان هناك شخص اللي بيعزف كمان. أنا بعتبر حالي في بعض الأحيان شخص اللي في عنده ردات فعل عنيفة، أنا بركات بعتبر حالي هيك، ولكن لما شفت الشخص اللي بيعزف كمان فمباشرة فتحت معاه موضوع إنه أنا كنت عازف كمان وأنا عمري 16 سنة، تعلمت سنتين وما حكيناش عن شيء تاني، يعني ما كانش وقت. ففتح الروحانيات تبعتك على الإشي الجميل. مباشرة مباشرة نعم. بشكل أوتوماتيكي بتفتح أنت الموضوع هذا، لأنه الوقت هو دقيقة. لنفترض أنا بلتقي في نادر أبو تامر، بحكي لي نادر أبو تامر عن البرنامج الجديد اللي عمله، أوكي راحت الدقيقة، خلص الوقت، ما استغلتش الوقت لأشياء تانية. هذا الشاب اللي طالع بشكل مقتضب، يعني هذا الشاب اللي طالع من بالسيارة عشان يساوي شغلة اللي هو مش عارف شو هي، لأنه هو بحالة ملل معينة. فأقرب إشي عليه الموضوع البسيط اللي هو شوية مخدرات نعم. وطوشي، هذا سهل جدا 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 عنان بركات، أريد أن أشكرك، يعطيك العافية، المخرج السينمائي.